من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعدنا جدا جدا في اننا نطور من نفسنا هي عدة عوامل كده هتكلم فيها دلوقتي. اول حاجة ان احنا نتعلم من اخطائنا، نشوف ايه هي الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في حياتنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا نتعلم منها ونشوف الجزء الايجابي منها ونحاول ان احنا ما نكررش الخطأ تاني. تاني حاجة فكرة ان احنا نتبنى عادات ايجابية. نتبنى عادات إيجابية بمعنى إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني ندخل عادة إيجابية في حياتنا، عادة احنا مش يعني عايزين نكتسبها أو عادة جديدة تكون احنا نفسنا مثلا نتبنى العادة دي من زمان وبنحاول نأجل وبنحاول إن احنا يعني بنبقى كسولين دايما فمش قادرين ان احنا نتبنى العادة دي. طبعا هتسألوني هتقولوني الموضوع صعب وان احنا نكتسب عادة جديدة ممكن تكون حاجة صعبة، لا، فأرشح لكم كتاب العادات الذرية في النقطة دي. الموضوع ده يعني الكتاب ده هيفرق معاكم جدا وهيساعدكم جدا ان انتوا تقدروا تكتسبوا عادة جديدة وان انتوا نتبنى عادات جديدة، واكيد طبعا ده هيفرق جدا في حياتنا وهيغير جدا من حياتنا. بعد كده ان احنا نحاول ان احنا نقرأ الكتب الملهمة، نشوف يعني النقطة دي كمان فرقت جدا معايا، بقيت بقتني الكتب اللي انا بقراها والموضوع ده فرق جدا جدا في نظرتي للحياة وفرق جدا في ان انا يعني استفيد جدا من يعني من كتب، يعني بحاول اشوف ايه الكتب اللي ممكن تفيدني في حياتي او ايه الكتب اللي محتواها يكون فعلا يعني كويس جدا وبحاول ان انا اقراه. الموضوع ده هيساعدنا جدا في اننا نتبنى عادات ان احنا نعمل حاجات ايجابية. بعد كده فكرة ان احنا ننشط العقل ان شاء الله، لو هو حتى بحاجات في العاب، بعض الالعاب الالكترونية الموجودة دلوقتي ممكن احنا نحاول ان احنا ننشط بيها عقلنا من فترة للتانية، فده هيساعدنا جدا. كمان فكرة الرياضة مفيدة جدا ومهما اتكلمت عنها اكيد طبعا بتساعدنا في الانتاجية، بتساعدنا في حياتنا، بتساعدنا ان احنا صحتنا تكون افضل. كمان او المشي حتى مدة مثلا 10 دقايق او كده ان شاء الله حتى لو في البيت، فالنقطة دي كمان هتفرق جدا جدا معانا، ودي من بعض اهم العوامل اللي ممكن تساعدنا جدا في اننا نطور من نفسنا وان احنا انتاجيتنا ونشاطنا وتفكيرنا وحياتنا تكون افضل دايما. بس ده كان الفيديو، ميرسي جدا جدا ليكم، باي باي.